السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناتي شهواتهم انصاف اليوم جيت فيديو جديد غادي نحضروا معكم ان شاء الله الحرشة سائلة كتجي رائعة سهلة بمكونات بساطين في متناول الجميع الاهم انها كتجي لذيذة لذيذة بزاف كنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم نبداو على بركات الله في المقادير نحتاج نصف كأس من عصير البرتقال عندنا كذلك نصف كأس عنبة من الزيت عندنا كاس عنبه من الماء وعندنا جوج كؤوس من سميده رقيقه عندنا بيضه واحده وعندنا كيس من من الخميره الحلويات عندنا جوج ملاعق كبار من السكر وعندنا القليل من الملح كنبداو في الطريقه غادي نجيب واحد الاناء غادي نوضعو فيه ديك البيضه مع السكر والملح وكذلك عصير البرتقال غادي نخلطو هاد المكونات وهنا كنزيدو باقي العناصر اللي هما الزيت وكنستمروا طبعا في الخلط ثم كنزيدو الماء مع التحريك المستمر ثم كنزيدو سميده رقيقه اللي سبق لينا وغربلناها ضروري البنات تغربلو سميدة دقيق دائما تغربلوهم كيف ما كتلاحظوا كنزيد كاس بكاس وانا كنخلط يعني مستمره في خلط المكونات ثم في اخر مرحله كنزيد ديك الكيس الخميره الكيماويه من فئه سبعة غرام وكنخلط هاد العناصر جيدا حتى كتنسجم منها الخماره مع دوك العناصر الاولين كيف ما كيكون في الاول الخليط شويه سائل ما تخافوش راه السميده من بعد كتشرب يعني ما غيبقاش عندكم الخليط بهذا الشكل هذا او بهذا القوام ثم غادي نزيد بانت لي شوية سائلة بزاف غنزيد واحد جوج معالق تقريبا ديال سميدة رقيقة ممكن لكم ما تضيفوهمش راه كيف قلت ليكم راه سميدة كتشرب ما يعني ما كتبقاش هكاك سائلة كيف ما كتلاحظو صافي كيكون عندنا هذا هو القوام ديال الحرشه ديالنا اولا ديال الخليط كيف ما كتلاحظوا مباشره غادي نبداو نخبزو فيها كيكون عندنا الخليط على هذا الشكل هذا كيف ما تلاحظوا كان نسخنوا المقله ثقيله انا هنايا درت المقله ثقيله نتوما يمكن لكم ديروا المقله الخفيفه اللي عندكم اللي متوفر طبعا كنسخنوا المقله ديالنا وكندهنوها بالزيت اولا بالزبده انا عندي هذا الاطار يمكن لكم تخبزوها مباشره بلا اطار ولكن هذا الاطار كيخليها انها تجي في حجم واحد وكتجي مقاده كندهنوا كذلك الاطار بالزبده اولا بالزيت وكنديروا واحد المقياس ديال جوج الملاعق وكنحاولوا اننا نقادوها هكا حاولوا ما ديروهاش غليظه بزاف حاولوا انكم ما تعمروش داك الاطار بزاف صافي كنخليوها حتى كتنشف او نحسوا بها طابت من التحت ونزولوا الاطار الا ما بغاش يتزول لكم فحاولوا تعاونوه بالسكين كيف ما تلاحظوا هي تحمرات لي من التحت صافي وقلبتها الا بانت لينا تشتات من جنب كنحاولوا اننا نقادوها بديك سباتشي صافي وكنكمل الطياب ديالها عادي غادي نعود معكم وحده اخرى كيف ما كتلاحظوا كندهن المقله ديالي كل مره فين ما كنبغي نطيب شي وحده ضروري ندهن المقله بالزيت اولا بالزبده والاطار كذلك اللي ما عنداش الاطار تقدر تخبز مباشره كيف قلت لكم غير تاخذ القياس ديالها باش يجيوها قد قد صافي كنخليوها حتى كنحسو بها راه بدات كتنشف عاد كنزولو الاطار باش ما طيحش لينا ونزولوا الاطار قبل ما تشد فراسها وتطيح لينا كيف ما كتلاحظوا على هذا الشكل هذا صافي وكنقلبوها باش كتحمر من الوجه الثاني كذلك الطريقه راه مفهومه البنات وسهلة جدا ما كتاخذش وقت يعني وقت بزاف دغيا كتوجد ودغيا كطيب وكتجي دي ديدة بزاف رائعه صراحه انا حمقاتني وعجباتني بزاف كنتمنى انكم حتى نتوما ملي تجربوها يعني تكون نفس النتيجه تعجبكم نال الاعجاب ديالكم ولا طبعا ما تنسوش التشجيع ولي جيم ولا عندكم اي تساؤل تخليو لي في كومونتير اسفل الفيديو كيف ما تلاحظوا ما تخليوهاش تحمر البنات بزاف باش ما تحرقش ليكم والعافيه ضروري تكون العافيه مهيله فاش كتكونوا تخبزوا فيها تكون العافيه مهيله ما تجهدوش العافيه باش ما تحرقش ليكم وتبقى خضرة من الوسط ودائما كيف قلت لكم الكميه اللي غدير وسط هذا الاطار الصغير جوج ديال الملاعق فقط يعني ما تخليوهاش ديروها غليظه بزاف باش ما اه تبقاش عندكم خضرة يعني تطيب وتطيب على مهلها كيف ما تلاحظوا هذا هو الشكل ديالها بعد ما كنخبزها كتجي على هذا الشكل هذا وهذا هو الشكل النهائي ديال الحرشه السائله كتجي رائعه صراحه لذيذه بزاف كتستحق التجربه ديالكم وما تنساوش البنات اللي دخلت القناه هي اول مره تشترك في القناه وشكرا الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله